الثمانية زوروها متمنيا للجميع التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأستاذ إدريس كرام في المعرض الدولي للكتاب. سي إدريس. نعم. شي كلمة للناس حتى تقبل على الكتب قبل الناس تشاغلوا بالإلكترونيات والعالم الافتراضي، شي كلمة حول قيمة الكتاب. في الحقيقة أنا من مناصري الكتاب الورقي، ذلك أن الكتاب الورقي يشم ويفرك بخلاف الكتاب الإلكتروني الذي يشم ولا يفرك، ولا بد من دعم تواجد الكتاب الورقي لأنه هو الكنز الباقي بعد أن تندثر كل الأشياء الأخرى المصاحبة للطفرة الإعلامية الرقمية. سكرم، عندك شي كتب في المعرض؟ نعم، عندي كتابين. الأول هو دور الفقهاء في الحركة الوطنية، ويتعرض للرسائل الفقيه العلامة رئيس رابطة علماء المغرب سيدي عبد الله دنون، والثاني كيدخل تحت سلسلة غزو المغرب التي أنجزت منها لحد الآن كتابين. الثاني هو هذا الذي بين يدي الذي أوقعه اليوم، والذي بعنوان مركز تدوير المغرب النافع. موضوعات عموما موضوعات الكتاب يتعلق بالعمليات التي قامت بها الحماية لإعادة تدوير المغرب النافع، لأن يعني الحماية قسمت المغرب إلى مغرب نافع هو مغرب السهول، ومغرب المحتمل هو مغرب الجبال والصحاري. فكيف قامت بإخراج المغرب النافع من العادات والتقاليد والنظام الذي كان يحكمه من زمان لنظام جديد وعلاقات جديدة وقوانين جديدة سيكون لها ما بعدها. سكرام، بالمناسبة يقال أن المغرب تم احتلاله قبل 1912، كيفاش تم؟ نعم، المغرب بعد معركة إسلي 1844، في 1845 تم وضع حدود بين الجزائر التي كانت في ذلك الوقت تابعة مقاطعة فرنسية، وبين المغرب، وبقي جزء جنوبي جنوب وهران تابع للمغرب، فيه قبائل تخضع للسيادة المغربية. فمن منذ 1845 بدأت أطماع فرنسا في احتلال مناطق توات وبورارة والثورة والدورة وما تبعها من أقاليم صحراوية، على أساس بأن معاهدة مغنية تقول بأن تلك المناطق فارغة وقاحلة، ويمكن للإيالتين الجزائرية والمغربية أن تستفيد منها، لكن الفرنسيين قاموا باحتلالها وفي ذلك الوقت، وبدأت معارك مع السكان لم تنتهي إلا في سنة 36. لكن من الإرهاصات الاحتلال التي سبقت توقيع معاهدة حماية سنة 1912؟ كانت قبل 1912 كانت هناك احتلالات لبشار، واحتلالات لجنوب تافيلات، واحتلال الثورة والداورة وبني ودليف، كل هذه المناطق احتلت قبل 1912. لعل السكرة وصلت الضوء أكثر على احتلال وجدة وقصف الدار البيضاء سنة 1907. يمكن أن نقول أنه الاحتلال الرسمي. احتلال وجدة جاء بعد مقتل الطبيب موشان في مراكش 1907، فكانت بمثابة احتلال وجدة بمثابة فرض تعويض على مقتل الطبيب، فرض بالرغم من أن وزير الخارجية إدك صرح بأن
هذا الاحتلال المؤقت، ولكن هو فعلا كان ضمن مخطط لاحتلال المنطقة لأنها كانت محتلة قبل. جنوب وهران كان محتل من قبل. يعني قتلتوا لنا راجل أحسن لكم مدينة. عندي مدينة. ونفس الدار البيضاء. نفس الدار البيضاء، وهي الدار البيضاء نفسها. نفس الدار البيضاء كان هناك عمال يشتغلون في توسيع الميناء، فقاموا بتجريف مقبرة سيدي بليوط. فقام الناس وثاروا على هذا العمل، ووقع مناوشات بين العمال الذين كانوا مسلحين والسكان العزل، فكان سببا لإرسال حاملة الجنود غاليلي، طراد غاليلي الذي قصف المدينة وقتل سكانها. وهذا عندنا فيه كتابات، وعندنا فيه شريط قصير يبين هذه بارك الله فيك السكران. الله يسلمك.